دابا على ما اظن بانه احسن ولكن ما عرفتش واش كاين ولا ما كاينش تيبان كلشي كحل دابا احسن دابا مع الدراري اللي كان الصوت مزيان قولوا ليا ما عرفتش واش احسن من قبيله ولا كي بحال بحال الصوت لا كان مزيان الدراري كي بحال هكا لا تسمعوني مزيان قولوا ليا يقدر يكون واحد ديكالاج صغير ور ولكن حيت دابا من برونشي كاميرا واخد الصوت من حاجه اخرى ما عرفتش <applause> فينا السي اشرف كوكو الصوت خدام مزيان شكرا الله اخويا اشرف انا بغيت غير نعرف واش الصوت مزيان ولا لا اها ندير هذا هنا برون. تكون اون معايا هاد اللعيبة هنا انا دابا بغيت نبوكس لكم الدنيا مية 100 درهم مية 100 درهم باش بوكس درهم انا نقول شي مية درهم مية درهم اه بزاف نقص منه الصوت الصوت لكن لكن هذا شارب سو شارب لا الصوت لكن لكن فيه شي ديفو لكن نقص منه قولوا لي نقص لكم منه لكن لكن فيه شي صداع ولا شي حاجه اللي مجهده ولا لكن فيه نويز ولا شي حاجه ما نورمالمون <applause> الله يحفظك اخويا سفيان ربي يخليك بنا انا تنشوف هنايا في البيسي ونشوف تنشوف هنايا بايا كل واحد شنو تيقول هنا تيقول لك مزيان الصوت هنا تيقول لك فيه مشكل بعرف ما عرفناش. الله يحفظك اخويا اه سوري اي ثينك هي ميك سوم قد ما عنديش ما عنديش الانتي بوب داك الشيء علاش مثلا هكا كتبقى تسمع س. داك الشيء علاش حيت شارب بزاف ولا السيبلنس حيت ما دايرتش كارت صون ما دايرتش طابله د الميكساج باش يمكن لي بروسيسي الصوت ديالي يعني الصوت كيف ما هو راه جاي دابا دابا اليوم راه بغيت نهضر انا اصلا درت اللايف على ود هاد القضيه ديال اللايتين كيفاش لايتي هاد اللعيبات بابسط الحوايج حيت بزاف ديال الدراري تيقولوا لي راه تدير ماتريال غالي ما ماتريال غالي اليوم راه باغي ندير هاد اللايف باش نوريكم كيفاش درتو بوالو يعني ماشي بوالو ولكن بمينيمال يعني بشي حاجه اللي رخيصه اللي موجوده في السوق واللي خدامه مزيان انا دابا انتم اللايف تتشوفوه كيف داير بلايت واحد عندي هنايا اللي تيضوي لي وجهي ولايت اللور يعني اللايت اللوراني راه ما راه عباره علاش هانتو شوف شنو هاد اللايت اللوراني هو هذاك هذاك سميتو هذاك الليد ديال الليد ديال سميتو اللي تيديروا في كل شيء ب 50 درهم ولا مع 60 درهم وفيهم هاد التليكوموند هاد التليكوموند هي اللي باش نبدا نشونجي الالوان يمكن اللي يبقى يلعب هكا ويمكن اللي يخدم مزيان يعني راه هذا راه غير دو عادي وهذا اللي, اللي هنايا هذوك الباكيطات ديال الضو كي بحال هذو شوم يعني هذوك الطوال يعني هنايا هذا الضو هذا اللي كاين هنا دل دل هو انت شوف انا نميلو نح... انت شوف مثلا هو هذا يعني كيف ما تشوفوا يعني انا ماشي ماشي شي حاجه اللي, اللي غاليه وهذا هذا غير غير بولا ديال ديال النيون ليد وحاطه قدامي غير حاطه يعني ما دايرها والو غير منعسه هنايا هي اللي عطيني داك لي في هنايا و... و... ومضعف في الكاميرا يعني أه مقاد ليكسبوزيسيون على على وجهي يعني مثلا من دير في من دير في, في التليفون هتبرك على وجهك هو أص اصلا يقاد لك ليكسبوزيسيون وهذيك الساعه تبقى تلعب مثلا انت شوف انا نديرو هنا ف... هنا درته فوق من الكاميرا شوف دابا كيفاش عطاه يعني هو عطاني واحد المثلث في انا درته هنايا باش يبعد لي على على وجهي ويعطيني واحد ستيل دراماتيك مثلا يبان غير نص هنايا ونص مظلم يمكن لي مثلا هنايا مثلا ها هو هنا الا بغيت نزيد نزين نقدر نجبد ورقه بيضاء مثلا لكن عندي لكن عندي هنايا بان بانه كحل مظلم انت من ندير ورقه بيضاء شوف كيف كيفاش يولي وجهي مثلا انا درت غير هذه شوف هذه اللعيبه هاي هذه متقوبه كاع انا نجبد شي وحده مزيانه قاده مثلا انت تشوف كي بحال هذه هذه ورقه وصافي شوف من نديرها أن هنايا انا مثلاً نحطها انت كي هكا كي بحال هكا غنسى هنايا انا دابا عاوتاني وليت اللايتينغ وحده اخر يعني بسيط ولكن شوف كيفاش 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 لي ماج كيف قويه وكيفاش عاطيه يعني شوف غير غير ورقه ورقه بيضه ولاد واحد ولد في باكراوند اللي كي بحال جود ل 100 البرونش دابا نقول لك واحد حاجة دابا البرونش هو بان خاصك بعد الكاميرا تدخل لك البيسي يعني كاين واحد جوج طريقه ديال البيسي البيسي هو خاص يكون عندك واحد البياسه باش باش يمكن لك تدخل الكاميرا باش تدخل الكاميرا البيسي كي بحال هكا مثلا كي بحال كاينه بلاك ماجيك وكاينه Uh, سميتو هذيك اللي دايرت نجبت لكم سميتها مرحبا اختي صفاء راه مسجلهم وكاينه كي بحال هاد مثلا هاد كام ولكن هادو دبل الاشكاليه هما بانهم غاليين وما, بأن وما كاينينش يعني يمكن لك تخدم بالتليفون ديالك وتصور ما تحتاجش ما تحتاجش ولا بد هادشي كامل يعني بالتليفون يمكن لك دير هادشي كامل مثلا يكون عندك لايف اتقاد الا بغيتي دير لايف هو هذاك اتقاد ليكسبوزيسيون تبرك على على راسك انا نحيد هذا باش مثلا هاد البيضه مثلا ستيل ديال البيوتي ديال البنات وهذا مزيان يديروا هكا باش يبان وجههم كامل هكا ولكن الدراري مزيان يبانو شويه دراماتيك شويه ديب شويه هكا ونقدر مثلا نديروه نجيبه هنا في اللور انت شوف في اللور هو يعطيني باك لايت مثلا شوف هو سي دار لي سيباراسيون ما بينو وبين الباك راوند مثلا شوف كي بحال هكا انت مثلاً تشوفوا هنايا هو كاين واحد شوف هكا شوف هكا يعني نقدر ندير لها كي بحال هكا تعطيني واحد ستيل زوئون غير بهاد الكرتونات غير بالبريكولاج يعني ماشي شي حاجه اللي اللي اللي, هذا انا ما بغيتش نقول لكم على على سميتو الكاميرا وهذا حيت حيت يمكن لك هب التليفون دير هذا الشيء كامل يعني ولا كاينه واحد الطريقه اخرى هو بانك شنو تدير كاينين الكاميرات اللي اللي, اللي تيتبرونشاو بالاي اس بي وتيعطيوك اللايف فيو في, في في, ليكرو هذيك الساعه شنو تدير تتشد تتكابتشري تدير الكاميرا في في, في, في ليكرو وتتكابتشر السكرين كي بحال تتشد تتسجل تاخذ تتقول بهذا تتكابتشر ليكرو وهذيك ليكرون هي اللي تتبيبلي تدير بها اللايف ولكن انا بالنسبه لي مثلا كنتي في لايف في انستغرام ولا هذا غير هكا خدامه ما عندك لاش تحمق راسك يعني غير بهذا السيتاب غير بالتليفون راه خدام مزيان ما ما كاينش لاش تقوي على راسك ودير بزاف ديال ما تزيدش على راسك الخدمه يعني الحاجه البسيطه هي اللي بسيطة يلي مزيانه قال لك السهل الممتن انا دابا من برونشيتها كان كان خصني ولا بدا شي لوجيسيال باش يمكن لك حيت ما شي, شي, لوجيسيال اللي تي تي, تي نيشان ف في ف في 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 سميتو في, في انستغرام هذاك الشيء علاش دخلت لهذا السيت سميتو لولا بوين تي في شنو تيدير لك راه مكتوب لتحت عندي شنو تيدير لك تي يمكن لك يخليك اي كاميرا مثلا الكاميرا ديال الويب كام يمكن لك تبرونشيها مع الانستغرام ديالك يعني الا عندك ويب كام ديال ديال بيسي ولا شي حاجه يمكن ليها تكاستيها في هذا انا دابا كاستيت غير بهذا الشيء بهذا الشيء اللي عندي ولكن النتيجه مزيانه يعني النتيجه تقامت بشحال هذا 70 درهم وهذا ب 70 درهم يعني تقريبا 150 درهم ولكن اهم حاجه هو لا مثلا هاد, هاد الماركه هي ديال ديال واحد الماركه المانيه سميتها برلين هي ما عرفتش واش واش تكتب تقرا لكم هي سميتها برلين كيف ما تتشوفوا هذه هذه هي اللي داير في الضو هنايا فيها هذه شحال فيها فيها سيدي هذه فيها غير 12 واط يعني 12 واط شوف غير 12 واط وخدامه مزيان ها هو ها 12 واط 12 واط فيها فيها شحال فيها سيدي فيها تسعين تسعين سنتيم يعني تسعين ملي متر هي يعني تسعين سنتيم فيها تسعمية ليمانس الكيلفن ديالها هو شحال عاطين ما كاتبينش الكيلفن هنايا نشوف ستلاف في الكيلفن ستلاف الكيلفن يعني ما بيهاش حنا اصلا الكاميرا ولا التليفون اوتوماتيكمون تيدير لو وايت بالانس ما تتحمقش راسك فهمتي وهذاك اللعيبه اللي اللور هذاك هذاك غير ليد عادي تتباع في جميع لي ستور مثلا انا هادو خديتهم من بريكوما ولكن راه تقدروا تلقاوهم في اي بلاصه يعني ماشي ماشي ولا بد راه عند الدروغري عنده يعني خص غير اهم حاجه هو الفكره بانك يمكن لك تخدم بهم انتم شوف شوفوا كيفش انا نطفي هاد الضو شوفوا كيفاش تولي القضيه تمام انا طفيت هذا انا وليت كي بحال الدي جي دابا يا هو مضوي عليا غير غير سميتو البي سي يعني شوف الفرق دابا هو مطافي ها هو نشعلو يعني باش نقدر ندير غير هذا بوحديته انا نطفي هذا هذا تيليكوموند ماشي ديالو ولكن باش يطفو الحرام. ا ا لينك تتخدم في الويندوز ولكن خاص الويندوز يكون فيه اي اس بي 3 يعني أه خاص ولا بده يكون في في البي سي اي اس بي 3 الا كان اي اس بي 3 تخدم لك لينك مزيان الا ما كانش اي اس بي 3 ما يخدمش لك فهمتي يعني ولكن هاد بلاك ماجيك اللي ما تتخدمش في البي سي تتخدم غير في الماك يعني هذه اللي تتخدم غير في البي سي الله دابا خرجوا بلاك ماجيك خرجوا واحد لا طابل زوينه سميتها اتم اتم ميني كاين اتم ميني وكاين اتم ميني برو اتم ميني يمكن لك تركب لك اربعه الكاميرات وترجعهم يو اس بي ولا هذا و ويمكن لك تبرونشيهم مع اي اي لوجيسيال ديال ديال ستريمينغ وتخدم بهم و اتم برو شنو داروا فيها داروا هي فيها لوجيسيال ديال ستريم يعني ما تحتاج حتى لوجيسيال يعني هي تدير واحد الكود تتكوبي فيها وتتستريمينيش يعني ما تبقاش تحتاج شي اكسسوارات اخرين ولكن عاوتاني بنادم داكشي غالي ماشي غالي ولكن ما عندك ما عندك ما دير به بنادم خصو يقضي بداكشي اللي عنده انا يعني تتبان ليك كدي... تتبان لي دائما خاص بنادم الحاجه اللي عنده ي... 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 يماستريها ويتقاتل معاها ويتقنها ويخدم بها اما الا بقيتي دائما تشوف ماتريال خاصني ماتريال خصني, خصني هادي راه ما دير والو حيت خاصك حتى تولف تخدم بالقليل باش مين يجيك الكثير ما تلفش باش يجيك الكثير تعرف تخدم به هذا هو هذا هو البنادم اللي خصو يفكر دائما في هذه القضيه يعني خدم بالقليل باش مين يجي الكثير تعرف ليه نشوفوا هاد الموضات مثلا دابا باش زوينين هاد لي جوغ ليميا ميا جوغ لي جوغ جوغ هما بانك تتحكم بهم في التليكوموند يعني تتبقى تلعب تلعب انت دابا دير لها غير هكا دير لها دي اوتوماتيك وخليها تلعب تبقى تزوق بوحديتها ورا اصلا تتبان داكشي زوين ونبوقس وكلاس وتتبان بانك راه برو 150 درهم يعني 70 درهم ديال هذيك الليد و70 درهم ديال هذي ولا ما عقلتش هذيك واش 70 درهم ولا 100 درهم ما عقلتش ولكن هذيك الساعه راك خدام كاينه واحد الحاجه اخرى يمكن لك تاخذ هادو هاد, هاد 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 البانيل ديال الليد هاد الليد ديال العاديين طوال ودير لهم جيلاتين جيلاتين تغطيهم فيهم ملي تدير لهم جيلاتين تعطيك واحد اللون واحد اخر يعني تعطيك اشكال اخرى لكن عندك احمر تعطيك احمر لكن عندك زرق تعطيك زرق يعني تقدر تبريكو ليهم كاين واحد القضيه اخرى كنت صايبت واحد اللايت مجهد شي شويه بشحال تقام عليا انا نجيبو نشوف هاد اللايت خصو شي شويه ديال ديال البريكولاج والسوداج وداك الشيء هانتوما ولكن هاد هاد انا درت ليه بيوتي ديش هو هاد هاد البوله اللي تشوفوا في الوسط هاد ربي يخليك دكتور ربي يخليك خويا بوبو الله يحفظك مثلا هاد البوله هاد البوله فيها فيها 40 واط 40 واط يعني لصورت بيها لا صورت بها راه تعطيني احسن من هذه بألف درجه ويمكن لك تبريكولي بها وتخدم بها اي حاجه يعني بسيطه وزوينه ولكن خاصك شويه السوداج والبريكولاج وداك الشيء يعني ماشي 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 كل الناس تنقدروا نبريكولي ونسوديو يعني لا تتعرف شي واحد تبريكولي ليك ويسوديني نقدر نقدر نعطيكم ليسته د الماتريال باش 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 حتى حيت ماشي شي حاجه اللي اللي غاليه مثلا هذاك الليد تتباع بوحديتو شي 30 درهم والفرفره ديال البيسي باش تبرد تكون سخون خاي سفيان بالنسبه بالنسبه للشوتينغ انتيريور ديال لي بيبي لي بيبي واحد الحاجه خاص قبل ما قبل من تشوف الماتريال خاص تشوف الاجواء مثلا الاجواء خاصك شي شي خاصك شي حاجه مثلا اول حاجه هو تكون عندك واحد الكليماتيزور ماشي كليماتيزور شي حاجه اللي تتسخن الجو اللي تتخليه في واحد الدرجه اللي معتدله مثلا حيت الدراري شحال ما كان الجو سخيخن شي شويه شحال ما تيترخاو تيجيو من النعاس وتيجلسوا شحال ما كان بارد ولا هذا يقدروا يمرضوا يعني خاص تشوف لي نورم بعدا ديال ديال كيفاش تقاد طومبيراتور ديالك ديال ديال الروم ديال البيت عاد ديك الساعه تشوف لي كليراج ولي كليراج انا بالنسبه لي اي حاجه سوفت مزيانه للدراري يعني شحال ما كان سوفت شحال ما زوين يعني تقدر تقدر تشري لايت واحد بمضل كبير لايت واحد بمضل كبير وراه خدام لك مخير ولا لايت واحد وتضربو في السقف وراه خدام لك مزيان غير هو حذاري حذاري ما, تضربش الدراري في عينيهم حيت الفلاش مجهد عليهم يقدر ياثر لهم على عينيهم يقدر يخليهم تي تي يعني تي, تي فهمتي يعني هذا هو البلان انا بالنسبه لي احسن احسن اكسسوار هو يكون عندك سوفت بوكس كبير ولا ولا امبريلا كبيره يعني مظله كبيره وغير لايت واحد وكافيك الله يجعل البركه يعني ما تحمقش راسك فلاش واحد كافيك حيت علاش حيت مثلا بالنسبه لي بيبي وهذا ما 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 دير شي حاجه اللي 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 سوفت باش تبينهم سموت تبينهم زوينين تبينهم يعني ما ماشي ماشي أه حيت انت ما تقلبش على الدراماتيك بالنسبه للدراري الصغار يعني تقلب على الحاجه اللي اللي تبين البيوتي ديالهم تبين الجماليه ديالهم وتخلي الدراري الصغيور تبقى تشوف فيه وتقول سبحان الله وتقول تبارك الله داك الشيء اللي كاين اخويا من اصعب من اصعب اصعب الدومين هو تصور الدراري الصغار يعني رد يعني اصعب اصعب التصوير ولكن لا 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 احترمتي لا احترمتي القواعد اللي لا احترمتي القواعد ديال السلامه ديال الدري راه تكون مرتاح حيت علاش حيت لا كان الدري مرتاح يعطيك تصاور زوينين الا ما كانش مرتاح راه ما يعطيكش مزيان يعني واخا تعيا داكشي اللي كاين وانا انا انا علاش انا علاش تتجيني تتجيني التصوير ديال الدراري الصغار هي مرتبطه بالبنات يعني تبارك الله عليهم على على الدراري حيت البنات عندهم واحد شويه ديال الحنان وهذا تخليهم يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الدراري الصغار كيفاش هذا والام مثلا مين تكون ام حداها ام تتخلي تقدر تعطيها ولدها و... 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 وتشدوا لها ولا شي حاجه اما ام تجيب لك ولدها صغير وانت دري تقدر ما تيقش فيك يعني انت تبقى واحد شويه ديال واحد شويه ديال ديال التردد فهمتي تقدر تبقى مثلا تخدم ودي معك شي بنت ولا الاخت ديالك ولا الام ديالك ولا ولا الصديقه ديالك ولا شي واحد اللي اسيستيك اللي يقدر هو اللي يشد لك الدري ويحطو ويقادو هذا باش تيفيتي هذاك هذيك الشحنات حيت حنا في المغرب مازال عندنا واحد الشحنات شي شويه ما بين العائلة ما بين سميتو ما بين الدراري وهذه القضيه يعني مازال شي شويه القضيه حامضه اه عندهم الحنيه الحنيه والامهات هما الحنيه آه صفاء بالنسبه بالنسبه للزاويه ديال الاضاءه على حسب انت شنو بغيتي ديري بها مثلا بالنسبه لي انا مثلا لكن كان شي واحد تيصور كي بحال هكا يصور غير غير ستوري كي بحال هكا مثلا لايف ولا شي حاجه شحال ما كان الضوء شحال ما كان بنادم تيبان مزيان راه مزيان بالنسبه للبنات خاصهم يكون عندهم واحد واحد ليكليراج لي سوفت لي مثلا انا دابا دري انت داير هاد الليميغ هارد مثلا داير واحد من هنا مضويني تيبين لي النص مضوي ونص مظلم ولكن بالنسبه للبنات تقدر لا تقدر مثلا دير هكا وتزيدي شي حاجه اللي تخلي اللي تخلي الاضاءه ديالك سوفت اللي تبان اللي تبان سوفت كي بحالك تبان زوينه يعني تبان كامله الضو مضوي كامل كامل اكيليبري كامل بزاف د الحوايج مثلا انا هنا دابا درت غير غير ورقه كي بحال هذه ها هي الشو كي بحال هذه اللعيبه ودرتها غير هنايا وهي شوف عاوتاني دابا ليكليراج كيفاش كيفاش تغيرات يعني شوف دابا كيفاش حتى الفيلين تيتبدل حتى الطريقه ديال 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 سميتو الكاليتي تبدلات شوف دابا مثلا انا هنايا شويه سوفت ماشي شويه سوفت سوفت بزاف حيت وجهي كامل تيبان تيبان هكا كاين واحد شويه ديال الدراما حيت 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 الضو هذا مجهد واحد شويه ولكن عطي واحد 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 الجماليه زوينه فهمتي يعني متوازنه ولكن مثلا بالنسبه لي دري انا يعجبني نقدر نقول كي بحال هكا نقدر نقول بان خصو يكون دراماتيك فهمتي يعني تتبقى تبقى اختيار نقدر نقول بان ندير ليه ونزيد ليه واحد الضوء من العناية. مثلا مثلا ضوء واحد اخر من هنا باش يسيباريني من الباكراوند مثلا كي بحال هكا باش نولي نولي معزول على الباكراوند ما نبقاش انا في الباكراوند ولكن ولكن كل حاجه شنو عندها كل حاجه شنو تتعطيك فهمتي يعني كل حاجه شنو تزيد لك في في, في ليماج ديالك مثلا هكا شنو تيدير هكا شنو تيدير كل حاجه شنو تعطيك ولكن اهم حاجه بان بانك انت شنو الفيلين اللي بغيتي تخلي بنادم يشوف مثلا انا بالنسبه لي هذا زوين للور ولكن تيخلي بنادم يشوف بزاف ديال لي مثلا نقدر نقول بانني خصني نطفي هذا ونطفي هذا لبغيت لبغيت بنادم يشوفني غير انا ما, ما يشوف حتى حاجه فهمتي مثلا نقدر هذاك الباك لي اللور اللي فيه لي كولور نحيدو لا الضو آه طافي يعني إضاءة الغرفة ما فيها حتى حاجة يعني مطفي الضو كامل في البيت ما 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 ديرت دو دير حتى ضو داير ضو واحد هو هذا أنا نحيد هذا هذا الضو هذا اللي درت اللور حيت هو أغلى واحد هنا وحنا قلنا بأننا أرخص حاجة ما عندنا ما نديرو بشي حاجة اللي غالية حنا بغينا نبقاو في, في داك الشيء اللي رخيص مثلا انا بالنسبه لي دابا ضو واحد هو هذا ديال ديال الليد هو اللي مضويني وإضاءة وحده في الباك جراوند هي اللي عطاني يعني هذاك لي في ديال لي جو يعني, يعني ما كاينش ما كاينش بزاف وهذا مثلا هذه الاضاءه اللي داير القدام راه يمكن لكم يمكن لكم هي تصايبوا بها اضاءه اللي بحال اللي تيديروا هذاك انت ما ديروش رينغ تقدر ديرو مثل تل... تقدر ديرو مربع ويتقام عليك رخص من هذاك الاضاءه اللي تدير رينغ هذاك الرينغ مثلا ديك الاضاءه رينغ القليله ديال 1000 ألف 1000 درهم ولا 1500 درهم اما بينما هادو اللي فيهم 90 سنتيم كاينين 90 سنتيم كاين عندهم 50 سنتيم تقدر تاخذ ربعه ديال 50 سنتيم ودير عليهم شكل مربع وتلصقهم يتقاموا عليك 200 درهم وفيهم واحد الحاجه تتبرونشي لهم غير بريز ديال المجاله يعني تتخشي البريز المجاله وديرهم يوليو عاطينك شكل مربع ديرهم على شكل مثلث يعطيوك شكل ديال المثلث لا كانوا عندك لا لقيتي وحدين صغار تقدر ديرهم بزاف يوليو لك شكل مضو... دو... دو... مدور مدور يعني ايتقاموا عليك رخص ما تشري اضاءه ديال ديال ديال, ديال... رينغ غاليه هو اهم حاجه هو بانك تخدم بهذاك الشيء اللي عندك ماشي دائما ولا بد خصني ماتيريال غالي ولا بد خصني ولا بد خصني احنا دابا مثلا انا كيف قلت لكم ها آه هو غير هذا عادي يعني وخدام هذا مثلا بالنسبه لللايفات في التليفون ولا تسجل به فيديو في التليفون مزيان واهم حاجه بانه ما تيديرلكش هذيك القضيه ديال الفليكرين هذيك القضيه ديال الفليكرين هي اللي تبان لك التصويره تدير طق 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 ليماج تبدا تقطع ولا ليكليراج شي تقطع يعني هو دابا خدام مزيان ما كاينش فليكرين ومع العلم بانهم بجوج ديال الليد يعني هذا ليد هنا وهذاك ليد وما كاينش هذه القضيه يعني خدام مزيان هذه هي اللي بغيت نقول لكم دائما خاصكم تحاولوا بابسط الحوايج ديروا شي حاجه حيت حيت لا دائما تتعتمد بانك خاصك ماتريال خاصك ماتريال خاصك كذا راه ما دير والو حيت حنا فينا واحد القضيه ديال التكوسيل ماشي هاد القضيه ديال التكوسيل تتخلينا نبداو نقولوا واه ما عنديش واه ما عندنايش واه هادي واش واش واش, واش واد واش ما تدير والو لا ما درتيش انت راه ما يدير لك حتى واحد لا ما نتيش قلبتي وحاولتي تبريكولي شي حاجه راه ما ي... ما يعطيك حتى واحد لا ما جريتيش باش تجيب الفلوس راه ما يعطيهاش لك شي واحد لا ما جريتيش باش دير شي حاجه اللي جديده راه ما يوريهاش لك شي واحد تقاتل تقاتل قلب 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 قرا 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 دابا الانترنت موجود فيه الخيرات كامله يعني راه ما بقاتش شي حاجه اللي مخبيه خاص بنادم غير يعرف كيفاش يبقش عليها يعني الا عرفتي كيفاش تبقش عليها راك ناضي راك غادي مزيان لا ما عرفتيش كيفاش تبقش بقيتي تماكين تم داكشي اللي كاين اختصافه الحجه ام أه، الحاجه ام الاختراع يعني مين تحتاج الحاجه راه تقلب عليها كيفاش تختارها ما حتى ما احتاجتيها راه تتبقى مي الحمد لله الحمد لله بزاف ديال 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 البنات وسميتو بزاف ديال البنات تيبداو يسولوني على الكليراج ديالهم كيفاش تصور مثلا تتبغي دير لايف وهذا اما ما خصك والو خصك دور واحد كي بحال هكا ها هو كيف قلت لكم لاد وكاع الا بغيتي تقضي القضيه هانت يعني كاينه واحد اللعيبه هذه بالنسبه للبنات وبعد النوبات مثلا تكون عندك الضو ديالك من شي جهه مثلا من الفوق ولا دير من ما بغيتي وتتولي خدام بزاف د الحويجات بويض مثلا تتولي داير بيض هنا بيض هنا بيض من الجناب باش هادو بالنسبه للبنات يعني علاش باش يولي عندهم البيوتي تيولي الوجه كامل ديالهم اكليريتي ما تيبقاوش هاد هاد لي رينكل ما تيبقاوش هاد ها مثلا شوف مثلا مينا ندير كي بحال هكا ونقرب من وجهي مثلا او ما يبقاش ما يبقاش هاد هاد, هاد العيبات اللي هنا نحيد هذا الصغير ندير بهذا كبير مثلا ها نتوما مينا نقرب حدا وجهي شوف دابا يا كيف كل ولا كل شيء ليس يعني ولا كل شيء كل شيء مزيان ماشي ليس ولا كل شيء سوفت حيت علاش السوفت هو حيت هذا ريفليكسيون مثلا ريفليكسيون ديال شي حاجه عطات زادت لي بحال ولا عندي ضوء واحد اخر واكليرا لي مزيان يعني مثلا نقدر ندورو كي بحال هكا نقدر نزيد نقربو كي بحال هكا هانتوما تشوفوا كيف الشيء بدا يعطي يعني كل شيء تي تيهرس لك هذوك الخيالات وداك الشيء وهذوك الخيالات هما اللي ما ما ما, ما... ما تيجيوش بزاف مع مع التصوار ديال 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 البنات يعني هما ملي تكون تكون دير لايف ولا شي حاجه من الاحسن تكون سوفت يعني الا كانت دراماتيك شي شويه تتجي تتجي بيزار وعليكم السلام خويا سعيد <applause> حنا تنحاولوا نحاولوا نحاولو نجاوبوا ما امكن على الاسئله لكن شي حاجه <applause> داكشي اللي كاين يعني شحال ما كانت الاضاءه وجهك كامله مضويه شحال ما بنادم تيبان زوين يعني تيبان رطيطاب وزويون اما مثلا مين تكون اضاءة قاصحة شي شوية تتحمق ما عرفتش تنبان لكم مزيان ما تقطع ما حتى حاجه ما عرفتش واش يبان لي أه أه هاد لول اخي سعيد مثلا حيت دابا في الانستغرام الانستغرام باش يمكن لك تكاستيك كاميرا مثلا ولا ويب كام خاصك دوز على واحد لوجيسي واحد سيت باش يمكن لهم هما اللي يعطيوك لاكسي باش تدخل الانستغرام حيت الانستغرام لاز... مازال ما دايرش هذيك القضيه بانك يمكن لك تستريمي بلوجيسيال ولا شي حاجه تيقول لك خاصك تستريمي غير بالسيت ديالهم هذه القضيه ديال هاد لولا تي في انا حيت ما شاريش اللوجيسيال حيت ما عندي لاش نشريه ما ما كاينش لاش مثلا عاطينك تيبخ... تيبقى الاشهار الاشهار ديالهم من تحت و يمكن لك تبرونشي الكاميرا ديالك ولا ولا الويب كام ديال البيسي هذا هو الفرق بانك ما تبقاش خدام بالكاميرا ديال 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 ديال, ديال التليفون هذه هذا هو الدور ديال لولا تيفي في وهاد لولا تي يمكن لها اوتوماتيكمون تخليك تبارطاجي اللايف ديالك في انستغرام ويوتيوب وتويتش وتويتر في دقه واحده يعني يمكن لك دير لايف فيهم بثلاثه ولا اربعه تشوفهم كاملين ويمكن لك تشوف الميساجات ديالك وكل شيء عاطينك واحد البلاتفورم هما في الجناب تشوف فيها كل شيء يعني دايرين واحد شويه هما هذا زوين راه تتباع داير لك 19 دولار الشهر ولكن بنادم حنايا يعني ما ماشي مشكله الا اللوغو ديال الشركه حنا خدامين فابور معاهم ماشي مشكل المهم هو باننا خدام بان الصوت خدام مزيان بان الصوره مزيانه بان الدراري تيشوفوني صافي الله يجعل البركه داكشي اللي كاين اخي سعيد دائما الجديد وتنحاول نحاول يكون ديما الجديد وهذا راه مزيان يعني حيت من تخدم الكاميرا ديالك تولي عندك الامتيازات اكثر مثلا ابسط حاجه هو بانك من تبغي تزيد الضوء تنقص الضوء تتلقى تلقى كيفاش تخدم ماشي كي بحال التليفون و حتى هو عطيني عطيني هنايا تيعطيني هنايا شكون اللي تيهضر معايا شكون هذا يعني مزيان كومي محسن من ميساجات شحال وشحال كاين واحد في اللايف تيبقى اخويا الموضوع كان الموضوع هو بان كيفاش تصور لايفات كي بحال هكا يعني الاضاءه ديال ديال كيفاش تدير الاضاءه بابسط ما عندك يعني باضاءه اللي تقدر تلقاها في الدار باضاءه اللي, اللي رخيصه اللي تشريها يعني ما ديباسيش فيها 150 درهم 200 درهم 100 درهم كاع لكن كنتي تتعرف كيفاش هذا يعني حوايج اللي بساط اللي تقدر دير بهم لايف زوين كي بحال دابا أنا هنايا داير مقيوم عليا اللايف بشحال بليد ب بوحده ديال الليد هنايا دايره شي 50 درهم و وحده ديال اللور فيها جود ليمياغ حتى هي دايره 60 درهم 70 درهم يعني ما مدي باسش 150 درهم هذا هو البلان بانك يمكن لك دير لايفات بحوايج بساط اللي لي يمكن اي واحد يخدم بهم احنا ايات نبقاو نقلبوا على الماتريال خصني هذه خصني نشري هذه خصني هذه يعني هذا هو لوبجي لوبجي بانك يمكن لك باي حاجه تقدر دير شي حاجه اللي زوينه غير خاصك تخدم كيف ما قالوها الطانطو ديالك خاصك تخدم الطانطو ديالك باش يعطيك لكن عندكم شي حاجه الدراري عقلتي نهار طلعنا نصورو في مرزوكو داكشي اللي كاين اخويا عثمان هذه كونتر لي ريغل ديال ديال انستغرام ولكن اخويا ما ما عندنا ما نديرو حنا خصني بغيت انا باش نوري للدراري هذه على ود الكاميرا اما لا بغاو يبانيو الانستغرام ما يبانيو يعني ما تندخل به فلوس ما والو <applause> يعني دا انا دايرو غير بوغ لو بليزير بغاو يحيدوه يحيدوه كاين يوتيوب وكاين فيسبوك كاين بزاف د الحوايج يعني دابا حنا درت هذه انا غير على ود الدراري باش باش يمكن لينا باش باش يمكن لهم يشوفوني ويمكن يمكن لي نشرح لهم مزيان كيفاش يخدموا هذا اللايتينغ وصافي اما سيت ولا لوجيسيال باش تخدم ماشي مشكله وكاينين بزاف ديال الشركات اللي تيخدموا ومتي... آه انا دابا حيت باين اللوغو لتحت وصافي اما كاينين شركات اللي تيديروا كاينين هاك تيدارك بحال هكا وخدام لك مزيان ستريم صفا هو 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 اللايف ستريمينغ هو بان لي لايف لي لايف هما ستريم هي اي حاجه تتشدها تتبيبليها تديرها لايف في الانترنت تسمى ستريم يعني تستريمها يعني. شكرا خويا عثمان أه داكشي اللي كاين اخاي ابا سعيد وراه دائما خاصها البريكولاج ديباناج وحتى توصل القضيه تكون مزيانه وشكرا اخويا عثمان هزيتي لي الهم عارف اللي كاين الله يحفظك انا المهم هو خصني نبان في الكاميرا زوين و والضو يكون زوين هذا اما لمشاو تسدو الانستغرام ما هنا ونعت <applause> الحمد لله باقي يوتيوب باقي فيسبوك <applause> اخويا العراقي اللي كنت تلقى منين بديت حقيقة منين بديت منين بديت العراقي اللي اللي كنت اللي كنت اللي كنت لاقي هو بانني ما كايناش الفلوس باش نشري ماتريال صافي اما بارسا ما كانش ما عراقي حيت حيت في البدايه منين بديت وانا كنت تنقلب يعني الانترنت تنقلب يعني انا كنت مولوع بالانترنت يعني قبل ما نبدا في التصوير كنت تنخدم بزاف في الانترنت يعني مهووس بالانترنت يعني من من تكون مهووس بالانترنت ما بان تتولي تخفى عليك شي حاجه حيت تكون تتقلب تتكون تتجرب فهمتي كانت اهم حاجه هي بانني يكون عندي ماتريال باش نشري اباري مي الحمد لله من شريت لاباري الاولى صافي او كاين العراقيل ما نظنش بان العراقيل العراقيل اللي حنا تنخيوها اما ما كاينش شي عراقيل عراقيل قالنا لي تيبدا يقول لنا راه كاين مشكل ولكن راه ما كاين مشكل تلقى على الله وسير على الله يعني ما نظنش بان كاين شي مشكل قد بانك تنوض تكون ما كاينش فهمتي يعني المشكل هو بانك ما لا وجود لك ولكن لك انت راك ما كاين حتى مشكل فهمتي يعني الحمد لله على كل حال داكشي اللي كاين شويه الاختراع 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 انا دابا غير هذا دا اما انا مولفت ندير لايفات في, في يوتيوب وانستغرام وفيسبوك انا دابا غير جاني تيجيني ساهل هنا نقشب دغيا نبدا نهضر مع الدراري كي بحال هاته نهضروا بيناتنا داكشي علاش ندير لايف هنا يعني ما انا ما تنحمش كاع ندير لايف انستغرام حيت ما تيسجلش ما تيديرلكش بزاف د الحوايج و في ساعه يعني تيبقاو شي شويه د المشاكل لكن عندكم الدراري شي اسئله في التصوير شي لعيبه في اللايتينغ شي حوايج كيفاش تصايبوا هذا الضو كيفاش تبريكو ليكو كيف بحال هذا الضو غنشوف واش كاين شي شي لعيبه اخرى آه. ها هذيك النهار كنت هضرت عاوتاني على على القضيه ديال ديال الضو كي بحال هادو هذا 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 ديال ديال الطوموبيلات يعني اكليراج ديال الطوموبيلات تيديروا جوج ب 60 درهم يعني هادو يمكن لك دير ليهم جوج وتشدهم وتجمعهم تجمعهم مثلا تشري بزاف منهم وتحطهم بارالين يعني وحده مور وحده مور وحده ودير بهم هذاك الرينغ ولكن راه الضو ديالهم مجهد يعني الا درتيهم راه يشويوك وهادو ديرهم يتقاموا عليك غ... رخص من هادك الرينغ ولا رخص من هذاك الشيء اللي باغي دير يعني هادو 30 درهم جوج يعني عندك واحد 200 درهم انت درتي دواره مقاده بهادشي يعني دائما كيف تنقول ما, ما تبقاوش بنادم ما خصوش يبقى يعكز بانه ما عندوش الماتريال ولا شي حاجه هذا هو اللي كاين ما عرفتش واش باقيين شي اسئله شي لعيبات حنا تنحاولوا تنحاول نجاوب حنا انا انا تنحاول نجاوب ماشي حنا ما كاين حتى واحد معايا كاين غير بوحدي <applause> يعني شويه هكا <أكل> وشويه هكا <applause> هادشي اللي كاين بان ليا بان ليا ما كاينينش الدراري ما كاينش عندهم اسئله مساكن تيحشموا الدراري ما عارفش كل كلشي عارف كلشي <applause> بان ليا سانسحب ونخليو اللي يفيدنا تهلاو لي فراسكم والبلان راكم عارفينو ندير واحد لعيبة فينا هي فينك 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 ما أوكي ماشي مشكل هذا هو البلان الدراري اللي كاين فاش كترتاح في التصاور سعيد اخويا حقيقه ترتاح في كل حاجه صعيبه هذا هو واللي تعجبني بزاف من غير البرودكت هو الترافل فوتوغرافي يعني تتسافر وتصور تسافر وتصور كاين الهيومانيت يعني تصور الناس وتصور الطبيعة يعني... يعني تصور الطبيعة وتصور وتصور الناس يعني بجوج هذا هو اللي كاين خويا سعيد آه آه صفاء مثلا ملي تيكون عندك اوبجي صغيور ولا بعدتيه بزاف اي يقدر يولي صغير اكثر يولي قاصح يولي عطاك قاصح اما الا اي يقدر يولي سوفت ولكن أيولي يولي زوين ولكن من تقربو تقدر تقدر دير ليه كاغيط ولا شي حاجه يقدر يعطيك مزيان واش الادن والدن قبيله او عاوتاني دابا اللي الساعه ولات تترون المؤذنين مساكن ولاو تيحماقوا مع هاد بقنا هاد بقنا هاد لا واحد انا بقنا هاد البغابه اخويا كل واحد فاش يرتاح وكل واحد قريت صفاء السؤال ديال قريته هو دائما مثلا مثلا دائما دابا تتسمى الهارد الهارد source of ذا لايت هو ذا سمول وان يعني شنو تنقصدو به تنقصدو به راه مضوي ولكن شنو تيعطيك تيعطيك خيال يعني تيعطيك خيال قاصح مثلا انت شوف دابا هنايا هو عطاني خيال قاصح هذا الضو مثلا ماشي قاصح ولكن تيبان الخيال لا زدت قربتو حدايا ما يبقاش عطاني الخيال كي بحال هكا فهمتي يعني هذا الشيء هو القضيه مثلا شحال ما كان كبير شحال ما تيكون سوفت يعني حيت دابا الشمس الشمس راه بعيده تتولي صغيره من تتكون من تتولي صغيره تتجي تولي الحجم ديالها صغير تتولي عاطي واحد الضوء قاصح تيبان اما كون كانت قريبه من من منا كره شواتنا ولكن تكون سوفت لايت فهمتي يعني سوفت لايت سوفت لايت هو بان بان الشادو ديال ديالها تيكون واحد شويه ما ماشي قاصح ما فيش هذوك طروفه قاصحين يعني تيكونوا خفيفين هذا هو البلان راه تنسجلوا ولكن ما عرفتش انستغرام راه تيحماق شي ايامات ما بقاش يبغي يسجل من درت هذا الميزاجور الجديد ما بقاش عطى ولكن انا نسجل راه تنسجلوا هنايا نقدر من بعد نصيفطوا لك يعني نحاول اخويا سعيد ما عرفتش شنو بوق نادل والله ما عرفتش عطيتيني هذاك السؤال ما عرفتش شنو بوق نادل ما لا 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 دابا حيت حيت دابا كي بحال انا ما دايرش ما دايرش نيشان في الانستغرام داير في واحد السيت وهداك السيت هو اللي مصيفط ليا الانستغرام يعني يمكن ليا نصوف عندي ولكن ما يمكن ليش نصوف في انستغرام نقدر هذيك الساعه نصوف غاردي عندي ونشدون نديرو في الانستغرام يمكن ليا هذيك الساعه ان شاء الله هذيك الساعه نحيد منه اللوغو ونحيد منه كل شيء ونحطه في انستغرام Ooh. Screen. والله ما والله ما لك بق بقنادل شنو كي يجيب... يجيب أخوي بق بقنادل غي... بقنادل. بقنادل كينا كينا شنو كيجيب يجيك في راسك اخويا بق بق نادل انا تجيني غير بق نادل بق نادل كاين الشوايه كاين شنو اخر كاين العرجه كاين سميتو بغابه كاين هادشي لي لي عاقل عليه يعني كاين الفلاموز يعني هادو هما لي ليف بقنا هذا ماشي حاجه اخرى ما عرفتش الله وفرشيط فراشيط راه مصيبه فراشيط هما العصابه اه الطيور حقا الشيء سايدة الطيور عزيزين عليا بزاف مي مي دابا الاشكاليه نقول لك واحد الحاجه انا, أنا بد... عندي واحد المشكله وان شاء الله لسه سهله ربي هي ل... 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 لتحديتها وقدرت نغيرها تقدر تقدر يتزادوا لي ديزافونتاج هو بانني دائما كان خاصني شي واحد اللي نمشي معاه باش نمشي نصور مثلا مع انا ما عنديش طوموبيل كنت خاصني دائما نلصق في صحابي ونبدا نطلب هذا ونزوج هذا و... باش يديني معاه ولا نبرزطو نقول لي فيقني وصلني معاك لهنا نمشي نصور فهمتي يعني دابا مثلا اللي حدا شي بلاصه اللي قريبه ولا اللي عنده طوموبيل راه رابح انا انا الطوموبيل ديالي هي الماتريال يعني ما ما تسوقش الطوموبيل ما تسوقش لهادي بقيت نشري الماتريال شري الماتريال يعني كان عندي اهم حاجه هو الماتريال ولكن من بعد وليت نقول بان القضيه حتى الطوموبيل مهمه حيت كان عندك طوموبيل تقدر تبسط عليك بزاف د الحوايج فهمتي يعني وان شاء الله الله يسهل ندير بيرمي حيت انا كسول لا بغى يعاونني شي واحد في بيرمي قرريني فابور مرحبا أه ما عرفتش كاسول عندي هاد الجهه ديال الذاكره محيه ما تنعقل على حتى حاجه يعني الله التصوار اللي تن